السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده أن يسر لهم مواسم خير يستكثرون فيها من الطاعات والقربات، تكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، ويعتق الله جل وعلا فيها من شاء من عباده من النيران. ومن هذه المواسم شهر رمضان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فينبغي للمؤمن أن يستقبل أيامه ولياليه بالطاعات والقربات وأن يستغلها، فما هي إلا ليالي معدودة ثم تنقضي. قال تعالى: أياما معدودات. أيها الإخوة الأفاضل، هناك أربعة أعمال صالحة ينبغي للمؤمن الاهتمام بها وتقديمها على غيرها من الأعمال. الأول منها واجب والثلاث الباقية سنة. فالأول أن يصوم المؤمن أو يصوم المسلم كما أراده الله، وأن يحافظ على صيامه من اللغو والرفث، فيحفظ سمعه وبصره ولسانه وسائر الجوارح عما حرم الله. روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الصيام عن الأكل والشرب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني صائم. وروى ابن ماجة في سنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأمر الثاني أو العمل الصالح الثاني الإكثار من قراءة القرآن. فرمضان هو شهر القرآن حقا. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير رحمه الله: بيّن تعالى أن السبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن المعلوم أن ليلة القدر إنما تكون في ليالي رمضان، ولذلك جاء في الصحيحين عيد بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال النووي رحمه الله: ومن الفوائد في هذا الحديث فضل الإكثار من قراءة القرآن، وأنه أفضل الذكر، فلو كان هناك ذكر يساويه أو يفوقه لفعله، أي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام. ولذلك كان السلف رحمهم الله أو بعض السلف كان إذا دخل رمضان يتوقف عن التدريس وعن التعليم، ويقول: إنما هو قراءة قرآن وإطعام طعام. كان بعضهم يختم كل ثلاثة أيام، وبعضهم كل أسبوع مرة. فعلى أقل تقدير
أن يختم الصائم هذا القرآن في رمضان ولو مرة واحدة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العمل الصالح الثالث صلاة القيام مع الجماعة، وهذه من خصائص رمضان، فلم يشرع قيام جماعة يصلون نافلة في الليل إلا في رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مالك في الموطأ عن السائب ابن يزيد قال: أمر عمر ابن الخطاب أبي بن كعب، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة، أن يقوم بصلاة الليل إحدى عشرة ركعة. قال الراوي: فكانوا يقرؤون بالمئين من الآيات، يعني يقرؤون مئات الآيات، حتى يقول: إن كنا لنعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، قريبا من صلاة الفجر، أي من صلاة العشاء إلى قرب صلاة الفجر وهم يصلون. عبادتهم كان فيها الجلد والصبر على طاعة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك صلى بأحد الصحابة عبد الله بن مسعود، صلى خمسة أجزاء في ركعة واحدة. كان الصلاة عليه الصلاة والسلام فيها جلد على طاعة الله. فنسأل الله تعالى أن يرحم ضعفنا وتقصيرنا في عبادتنا. الأمر الرابع الصدقة، وتشمل الصدقة بالعلم وبالطعام وبالكسوة ونحو ذلك، وهي باب عظيم من أبواب الخير. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الصحيحين أن أبا ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد عند الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: فداك أبي وأمي، من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون مالا، إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، أن ينفق يمنة ويسرة، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه وإلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إلي عليه الصلاة والسلام، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرحي وسروره بما يأخذه، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما تقدم في حديث ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان إذا جاءه المحتاج آثره على نفسه، إما بطعامه وإما بلباسه، وكان يأمر أصحابه بالصدقة ويحثهم عليها، وكان من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا. انتهى كلامه رحمه الله. ويدخل في ذلك في الصدقة إطعام الطعام، كما في الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. روى ابن حبان في صحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ويدخل في ذلك إفطار الصائم، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا
السهر والتعب، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.